وعظيم سلطاني. نحمد الله يا اخواني على اعظم نعمه يسر علينا لا اله الا الله. اللهم كما اجريتها على السنتنا ادخلها في قلوبنا يا الله. اللهم اجعل حياتنا طيبه بلا اله الا الله. اللهم اجعلنا نحبك حبا جما يا الله. نحب ما تحب ونكره ما تكره يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اجعلنا من اوليائك حتى تدافع عنا يا رب العرش الكريم. هذا هو الموت يا اخواني، كل نفس، كل مخلوق، كل من عليها، كل شيء، كل شيء، كل شيء، ما في شيء إلا سيذوق هذا الموت. لكن شو بنقول إحنا؟ اللهم أذقنا إياه عسل، لا تذقنا إياه علقم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا الموت خير غاية من ننتظره. يا إخواني أهل الإيمان زي هالوجوه الطيبة، الله يجعلكم منهم يا رب، اللي اجتهدوا على لا إله إلا الله، واجتهدوا على حب القرآن، واجتهدوا على حب الصلاة، واجتهدوا على حب تحصيل الإيمان. عند الموت والله يا أخواني بيفرحوا فرحة، والله ما بعدها فرحة. عند الموت يا أخواني بقولوا قدموها قدموها، الله يجعلنا منهم يا رب. أهل الإيمان هيك بقولوا يا أخواني، اللي حبوا الله، اللي عملوا علاقة مع الله، اللي ما خسروش الأنس بالله. والله يا أخواني ما خسرت الأمة ولا راح منها الأمة مخسر قد يا إخواني ما خسرت الأنس بالله، العلاقة مع الله، حب الله يا جماعة، حب الله. بتعرفوا يا إخواني أنو اللي عايش حياة طيبة؟ أهل الإيمان. أنو اللي عايش حياة طيبة؟ أهل الإيمان، أهل لا إله إلا الله. اللي دخلت لا إله إلا الله في قلوبهم يا إخواني ما بيصدقوا يا إخواني، في اشتياق للأعمال الصالحة، في حب للأعمال الصالحة، والله في يا اخواني نشاط للاعمال الصالحه. اما اللي عنده الاعمال الصالحه تقيله يدور على حاله، والله انه مريض يا اخواني، والله انه مريض، والله مرض السرطان اهون، والله مرض الايدز اهون، والله اللي بتقطعوا اجريه اهون، والله اللي بروحوا اولاده اهون، والله اللي بروحوا ايديه اهون. شو هالمرض هذا؟ هذا مرض القلوب يا اخواني، هذا في عظمه لغير الله في القلب. يعني عندما يقوم الإنسان لتعظيم أوامر الله بلاقي حاله الإنسان قايم مش بنشاط، هذا في عنده مرض والعياذ بالله. كيف يا إخواني نخلص حالنا من هذا المرض؟ والله يا إخواني ما مرض زي هذا المرض، والله ما مرض. كيف ترك تقوم على صلاة الفجر يا عبد الله؟ كيف بتكون؟ كيف على قيام الليل؟ كيف على القرآن يا جماعة؟ يا جماعة الأمة بدها صلح مع الله. والله يا اخواني ما بيفتح لنا الطرق ولا بيفتح لنا المحاسيم ولا بيفتح لنا هذه الدنيا الا نتعرف على الله، الا تجي محبه الله في قلوبنا، محبه الرسول، محبه سنه النبي يا اخواني، محبه سنه النبي. كثير من الناس يا اخواني بيصلوا، كثير من الناس بيقراوا قران، كثير من الناس بيحجوا، كثير من الناس بيزكوا، كثير من الناس بيصوموا اثنين وخميس. والله يا اخواني هذا من الدين، لكن والله ما هو الدين، والله ما هو الدين. ها شو الدين؟ الدين يا اخواني كيف تعمل علاقه مع ربك، تحب ربك من قلبك، تحب القران، تحب اوامر الله، تنك تقوم على اوامر الله. كيف بتقوم يا الانسان؟ افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. من يرد الله به أن يهديه يشرح صدره للإسلام. اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم اشرح صدورنا للإيمان، اللهم اشرح صدورنا لجهد تحصيل لا إله إلا الله. الله يجعلنا نقول قدموها قدموها يا أمة محمد. الله يجعلنا نقول وفرحتها غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. ولا تجعلنا نقول يا ويلها، والله في ناس يا إخواني بحجوا وبقولوا يا ويلها، والله في ناس بصلوا وبقولوا يا ويلها، والله في ناس بصدقوا وبقولوا يا ويلها، والله في ناس بقرأوا القرآن وبقولوا يا ويلها. العيب يا إخواني في هذه الأشياء لا، العيب في القلب، كيف دخل فيه عظمة غير الله، قد دخل فيه اثر غير الله. هذا بده عبر هول يا اخواني، بدنا يا اخواني نجتهد
حتى نطلع عظمة غير الله من قلوبنا أنا وإياكم، حتى القلب يكون فيه لا إله إلا الله. والله يا أخواني ما بتذوق الحياة طيبة، ولا بتذوق السعادة، ولا بتذوق يعني مطمئن قلبك إلا إذا بتشتهد على إخراج لا إله لا إله وإدخال إلا الله. هذا يا أخواني الإيمان، هذا جددوا إيمانكم. قالوا كيف نجدد إيماننا يا رسول الله؟ قال بلا إله إلا الله. جددوا إيمانكم. والله يا أخواني ما بتذوق حلاوة القرآن إلا بدخول النور قلبك، والله ما بتذوق حلاوة الصلاة إلا بدخول النور قلبك، والله ما بتذوق حلاوة يا أخواني الذكر إلا بدخول النور قلبك. كيف يا أخواني نجتهد على هذا الإيمان؟ يعلى الإيمان، يرتفع الإيمان، تجي الضور في قلوبنا حتى يا أخواني نقبل على الأعمال، نقبل عليها وإحنا مشتاقين 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 لصلاة الفجر، مشتاقين لأجزاء القرآن، مشتاقين لزيارة المرضى، زيارة المرضى يوم الأيام. الرسول عليه الصلاة والسلام صلوا عليه يا أخواني. والله يا أخواني تأخذونيش في هالكلمة، بدي أتكلم هالكلمة أتكلم، سامحوني. فيش توجه يا إخواني، نتوجه إن شاء الله نتوجه. أنا بطلع الكلام بتعب، لكن تلكوا تكونوا متوجهين، الله بيعيني يا إخواني، بيشرح صدري يا إخواني، الله يشرح صدوركم كليتكم، الله يرضى عليكم إنكم تتوجهوا وتقولوا يا رب تطلق لسانه على الكلام اللي بيرضي رب العالمين. يوم الرسول عليه الصلاة والسلام الله يجعلها رحمة عليها يا رب، الله يجعلها رحمة عليها ويجعلنا من المرحومين، ويجعلنا أسعد ساعة في حياتنا هذه، ويجعل القبر عليها وعلينا روضة من رياض الجنة، اللهم آمين. والله يفسح لها في قبرها يا ذا الجلال والإكرام. يوم الرسول عليه السلام طلع 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 سيدكم خير ما طلعت عليه الشمس بعد الأنبياء، أورو رضي الله عنه، رجح إيمان عن كمام كل أهل الأرض رضي الله عنه. هذا قدوتكم يا جماعة، هذا حبيبكم يا جماعة، هذا رجل ما فيش أحسن منه إلا الأنبياء. قال أنو اللي صار مريض اليوم؟ قال الحمد لله. قال أنو اللي صدق صدق اليوم؟ قال الحمد لله. قال أنو اللي مشى في جنازة اليوم؟ قال الحمد لله. قال أنو اللي صام يوم في سبيل الله؟ قال الحمد لله. قال والله ما اجتمعت في عبد إلا كان حقا على الله من كرمه وجوده ورحمته وعفوه إلا يدخل الجنة. هذه يا أخواني هذه الأعمال. كيف يوم نجدد إيماننا يا حبايبي؟ كيف يوم نجدد إيماننا؟ الله يا ربي يا الله يا ذا الجلال، هون علينا الموت يا الله. اللهم غير حالنا وحال المسلمين إلى أحسن حال. اللهم افتح لنا السدود والحدود يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اجعل فينا صفات الإيمان، اجعل فينا صفات التقوى، اجعل فينا صفات النور يا نور السماوات والأرض. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله، اللهم اجعلنا من أهل